للإشارة باش نحاول ما أمكن أنني ندير واحد الإحاطة بالملف، وهو أن الملف كانت البداية ديالو من 2018، يعني باعتبار أن الشباب يعني آنذاك كيعتبروا روسهم يعني ضحايا مخطط 2004 لتهيئة مصايد الأخطبوط. هذا المخطط هذا اللي سيج الثروة في يد بعض المحسوبين على قطاع الصيد البحري، ومعن في الاستبعاد ديال الشباب أبناء المنطقة، حكما على أنه كاين نافذة واحدة للاشتغال ولتوفير المستلزمات اليومية وللقوت اليومي للخبز اليومي، وهو قطاع الصيد البحري. في 2018 يعني كان تم تنزيل برنامج الوزاري بتثبيت الرقاقات الإلكترونية على القوارب ديال الصيد التقليدي. ديك الساعة الشباب يعني خريجي الجامعات وخريجي المعاهد، باعتبار أن النافذة الوحيدة كما قلت وهو قطاع الصيد البحري التقليدي، بمبادرة ذاتية بدأوا بكراء رخص الصيد التقليدي من أجل الاشتغال، يعني يسد رمق اليوم. تثبيت هذه الرقاقات هذه أصبح ملزمي، أصبحوا يعني ملاك القوارب القانونية ملزمين بإنشاء قواربهم، وبالتالي تم سحب الرخص وبقات يعني القوارب ديالنا عرضة للشمس. يعني في شهر 3 يعني قمنا بفتح معتصم على مستوى قرى الصيد التقليدية هنا بمدينة الداخلة من أجل تعريف معاناة هذه الفئة الاجتماعية، ويحاولوا ما أمكن أنه يشوفوا لها واحد التخرجة اللي تحفظ لهم الكرامة، يعني تضمن الصيرورة ديال الأسر ديالهم مع الالتزامات اليومية كما قلت. القوارب ديال الشباب بمدينة الداخلة يعني لا يتجاوز 500 قارب، حكما على أنه منين كنقولوا بأن هاد القوارب هذه يعني كنا كنكرو القوارب في هذيك الفترة معينة، ولكن القوارب هو السؤال المطروح في هذه اللحظة هذه، وهو عدد القوارب هو 1131 قارب. هنا كنسألوا مندوبية وزارة الصيد البحري يعني بالطريقة ديال التفريخ ديال هذه القوارب هذه، يعني الطريقة والأسلوب اللي نزلوا بها يعني أسطول القوارب القانونية هذه القوارب هذه، واللي تفرخت بواحد الشكل عجيب ومخيف. ولكن في شهر 7 الفايت يعني قبل عيد الأضحى كان واحد القرار وزاري بأنه يتم توقيف يعني نشاط الصيد البحري على مستوى القطاع الصيد التقليدي. لا ريتما يعني تتضح بعض الأمور، ولكن في شهر 8 تم توقيف ديال الصيد بشكل على مستوى قرى الصيد الأربعة هنا بمدينة الداخلة، يعني حتى لما تم 15 شهر 12. هنا يعني كنكتشفوا بأن مؤامرة ماشي على مستوى التقرير ديال المكتب الوطني للصيد التقليدي، المكتب الوطني للبحث في الصيد، يعني لأنه كيقولوا بأنه دق ناقص الخطر. هنا كنشوفوا بأن بعض الخيوط ديال المؤامرة كتتكشف بأنه كيتم الاستهداف ديالنا، كيحاولوا ما أمكن أنهم يدمروا المصدر الوحيد ديال الرزق والعيش ديالنا هنا بمدينة الداخلة. احنا هذا المبررات وهما دائما كيقحمونا في الخانه ديال الغير القانوني، مع العلم باننا كنقولوا بان احنا اللي عندنا الاولويات في الاستفاده من هذه الخيرات ديال هذه المنطقه، وباننا احنا اللي خاص يتم الانتشال ديالنا، لاننا احنا في اخر المطاف مستهدفين من لوبي الصيد باعالي البحار، لانه هو اللي كيمكن الامكان اللي كيمتلك الامكانيات والوسائل، وهو اللي كيمعن، وهو اللي عنده يعني حقد الدفين يعني من 2004، يعني كيمعن في الاستبعاد ديالنا من قطاع الصيد التقليدي، مع العلم باننا رانا استنفدنا الاجراءات الاداريه والمسطريه باش نعرفوا هذا الملف المطلبي، ويحاولوا ما امكن انهم يشوفوا لنا واحد الحل يعني توافقي، يعني اللي يحفظ لنا احنا الكرامه، واللي يحفظ كذلك الاداره والقطاع الوصي بما يمليه القانون. هنا يعني منين لقينا بأن لا جواب على المراسلات اللي رفعناها كاملة طيلة هذه المدة هذه، يعني اضطرينا أن نفتحوا معتصم أمام مندوبية الصيد البحري هنا بمدينة الداخلة، اللي اليوم كيتجاوز
القوارب ولا حبسوكم الصيد؟ القوارب وقفوها عزلوها مع العلم باننا حنا راه تفاعلنا مع الرحايا البيولوجيه اللي تم الاعتماد ديالها، وكنقولوا حنا اللي عندنا الاولويه باننا نحفظوا هذا الثروه للاجيال المقبله، مع العلم ان هذا الثروه هذه هما كيربطوها بالاستدامه، يعني كيربطوها براس المال، يعني هذا البطون البلاستيكية وهذا البطون الجشع اللي كتمتلك المدمرات، مع العلم بأننا مني كنتكلموا على الصيد التقليدي راه كنتكلموا على الصيد التقليدي اللي هو صديق للبيئة، مع العلم أنه هما كيمتلكوا الأساطيل بشباك ضخمة وكي يعني بلغة الصحراء كيحوشوا البحر. حنا اضطرينا اننا نتفاعلوا مع 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 القرار اللي اتخذته وزاره الداخليه وزاره الصيد البحري بضروره الجرد ديال هذه القوارب والاحصاء ديالها والوقوف على المالكين ديال هذه القوارب هذه، ولكن هذا الشيء هذا كامل يعني كانت بعض الوسائل الاعلام المحسوبه على قطاع الصيد البحري ولا محسوبه بالضبط على اللوبي بالصيد البحري اللي كان كيسوق لبعض الارقام بان كاين هناك 10,000 قارب او 8,000 قارب وكذا، وهذا هو اللي عجل يعني بالتفاعل ديالنا مع القرار بانه ضروره يعني العزل والاحصاء ديال هذه القوارب هذه، ووقفوا بان الشباب يعني الصحراويين ابناء مدينه الدخله بانهم كيتعدوا على رؤوس الاصابع على مستوى 4 قرى صيد بحري تقليدي هنا بمدينة الدخل بأنهم لا يمتلكون شيئا وليس لهم من مصدر الرزق سوى هذه القوارب هذه. تحدث على أنه كان علاقة بين القوارب الصيد وشجاع الهجرة السرية. صحيح، لأن تنسيقية الشباب الصحراوي يعني في الفترة اللي كانت ديال الهجرة السرية يعني احنا الوحيدين يعني بشهادة السلطة بأنه تم العزل ديال القوارب لمدة 3 أشهر، يعني بتقارير يعني ديال الأجهزة هنا بمدينة الداخلة قمنا بالعزل ديال القوارب مشبات تسجل علينا المؤاخذات وبداوا يعطونا كذلك الاتهامات، وتفاعلنا معهم في هذه الفترة وحاولوا ما أمكن أنه يعني يحاربوا الظاهرة يعني بشتى الأنواع، انخرطنا إيجابيا في هذا المسلسل هذا، لأنه لا يعقل بأنني مني كنتكلم على الصيد التقليدي المعيشي بأنه غادي ندون بلورو بعض الأفكار حكما على انه الدوله يعني عندها الامكانيات وعندها الوسائل بالمحاربه ديال هذه الظاهره هذه، ولكن حنا انخرطنا بشكل ايجابي طيله هذيك المده وحاولنا ما امكن اننا نعرفوا بالظاهره، وحنا اللي كنا سباقين بدق ناقوس الخطر حكما على انه بعض الاطراف الوافده اللي اللي اللي, اللي بدات كتعبث وبدات كتتاجر في البشر وبدات يعني كتسرق سرقة هذا القوارب هذا بما استدعى التنسيقية بأنها تعزل القوارب ديالها، ووقفنا النشاط ديال الصيد لمدة 3 أشهر حتى جا الفرج وحاولنا نداركوا الموقف. غير باش نرجع للموضوع يعني احنا منين فتحنا المعتصم أمام مندوبية الصيد البحري اللي قلت بأنه كيتجاوز 90 يوم كيتجاوز 90 يوم وخضنا معركة الأمعاء الفارغة آنذاك باش نعرفوا بهذا الملف المطلبي ونحاولوا ما أمكن أننا نحطوه في السياق الصحيح ونحاولوا ما أمكن أننا نحشدوا الدعم من المناضلين ومن النقابيين ومن الإعلاميين والجمعويين وكذلك السياسيين باش يحاولوا ما أمكن أنه يدخلوا بخيط أبيض مع القطاع الوصي من أجل حلحلة هذا الملف وانتشال الشباب الصحراوي أبناء مدينة الداخلة وإدماجهم في قطاع الصيد التقليدي، لأننا منين كنتكلموا على 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 تطبيق القانون حنا بغينا نتفاعلوا ونكونوا إيجابيين، حتى حنا بغينا يمشي علينا القانون، حتى حنا بغينا نخارطوا في هذه المسألة، حتى حنا راه عندنا التزامات وعندنا ياسر من المشاكل وعندنا تراكمات ورواسب طيلة هذه الفترة، يكفي أننا وافقنا لهم على 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 راحة بيولوجية لمدة 7 أشهر أو 8 أشهر، لكن دائما نصطدم بالصخرة يعني الكبيرة وهي لوبي قطاع الصيد البحري اللي كيستافد يعني طيلة هذه 10 سنين وما عنده حتى يعني شي 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 عوائد على هذه المنطقة، ما عنده استثمارات في هذه المنطقة، ما كاينش شي نفق يمكن هذا الشباب يمروا منه باش يوفروا القوت اليومي، يعني هذو الناس هذو. المطلب ديالنا وهو إدماج قطاع إدماج القوارب ديالنا قطاع في قطاع الصيد التقليدي قانونيا،
حتى حنا بغينا يمشي علينا القانون. ما خاصش يتم دائما في كل فتره بان هذا اللوبي هذا يحاول ما امكن انه يصفي الحسابات مع بعض الجهات الاخرى عن طريقنا نحن، ويحطنا دائما باننا حنا هم السبب. حنا ماشي سبب، حنا دمجنا في قطاع الصيد التقليدي قانونيا وطبق علينا القانون. هذا هو هذا هذا هو الاساس. كان خلال هذه الفتره ديال 90 كان عندكم تواصل مع الوزراء؟ اطلاقا لا تواصل، دائما اقولها واكررها بان لوبي الصيد اعالي البحار يعني راه هو صاحب الاملاءات وهو صاحب القرارات وهو صاحب الكلمه وهو صاحب اليد العليا وهو صاحب يعني كذلك حتى البرامج اللي تم تنزيلها طيله هذه السنوات هذه. انت كتقول بان انتم ضحايا اللوبي ديال اعالي البحار. صح. عندهم مجال بحال اللي كيصيدوا فيه. صحيح صحيح صحيح. علاش؟ لان هنا غادي نتكلموا، لاننا منين كنتكلموا على المصياد ديال الاخطبوط راه الصيد باعالي البحار راه كيمتلك كوطه ديال 63%، مع العلم بان قطاع الصيد التقليدي لا يتجاوز 26% و11% للصيد الساحلي. 63% ديال قطاع الاعالي البحار راه ما عندوش عائدات على هذه المنطقه اطلاقا، ما كتستافد منه ولو بدرهم واحد. حتى لو كانت عنده استثمارات وعنده مشاريع هنا اللي يمكن لها تنتاش لهذه الفئات وتدمجها وتحاول ما امكن ان توفر لها القوت، نقولوا احنا واخا هادو الناس راه كيدخلوا المياه الاقليميه ديال الداخله، كيستنزفوا الثروات ديالها، كيهزوا المخزون ديالها وكيمشوا به، مع العلم بان الدوله راه ما كتستخلص منهم ولو درهم واحد، مع العلم بان الصيد التقليدي راه كتستخلص الدوله 15%، وحنا كذلك، حنا غادي تسولنا غادي تقول لنا الحوت ديالكم فين كيمشوا، حنا كن اضطروا باننا نرجعوا للصيد التقليدي عند الناس اصحاب الحظوه، يعني في 2004 اللي استافدوا في المخطط ديال 2004 وكان كثاروا الرخص باش نحاولوا ما امكن اننا نبيعوا الحوت ديالنا في اسواق السمك يعني المعتمده باش نوفروا كذلك الامكانيات وباش ما ندخلوا لديك الدوامه ديال السمك الغير القانوني. وهذه المسألة راه كتعرفها السلطات الأمنية وكيعرفها الكبير والصغير وكيعرفها ولد القطاع وكيعرفها أي حد كيف ما كان نوعه. مع العلم بأننا منين كنقولوا شنو هو التقاطع ديالكم مع الصيد بأعالي البحار، الصيد بأعالي البحار منين كنقول لك يا سيدي الفاضل بأنه هو صاحب الإملاءات، راه هو صاحب الإملاءات وهو صاحب القرارات وهو صاحب اليد الطولة، لأنه هو اللي كيحول ما أمكن أننا نفتحه يعني واحد الحوار جاد ومسؤول مع القطاع الوصي من أجل يعني حلحلة هذا الملف. وإذا كان القطاع الوصي عنده إجابة ويقول لنا ما عندكمش حقكم في ترابكم يقولها لنا ويجاوبنا بها، يعطينا واحد الكتابة ويقول لنا بأن ما عندكمش الحق، لأنه لا يمكن بأنه يتم تنزيل واحد البرنامج ديال تهيئة مصايد الأخطبوط في 2004 ويسموه برنامج على أساس أنه تجريبي ومؤقت وبأنه غادي يخضع للتقييم خلال 4 سنوات، اليوم رانا في 18 سنة وهادو الناس شدوا الثروة وشدوا المدخرات الطبيعية ديال المياه الإقليمية ديالنا وسيجوها في يد بعض العناصر اللي ولات كتحكم في مفاصل قطاع الصيد البحري بشكل يعني كبير، وبالتالي يعني كتحول بين بأن المهني يولج للقطاع واللي يولج للمرفق اللي كيدبر القطاع ولا التواصل مع المسؤولين في القطاع ولا كذلك يعني الأفق مسدود. باش نعودوا واضحين، احنا المطلب ديالنا واحد وبسيط، احنا راه ما كنطلبوا حقنا في شي تراب ثانية، لأن إلا تكلمنا على شي تراب ثانية راه كنتكلموا كذلك على دوك الشباب الثانيين اللي من حقهم يستفادوا من ترابهم. احنا كنطالبوا بالاستفادة يعني من خيرات هي المنطقة هذه. وحنا يعني ملي كنقولوا باننا اكسسوارات كياثرونا للخارج على اساس اننا كنستافدوا من ثرواتنا، حنا راه ما كنستافدوا من اي شيء يا سيدي الفاضل. باش نعودوا واضحين، حنا راه كيفنا كيف الشباب، وإذا كانت كاينه شي امتيازات ولا كاين شريع كنستافدوا منه راه من خلال المنبر ديالكم كنقولوا لهم اقطعوه، لانه ما كاينش اصلا كاع، لان راه المشاكل الاجتماعيه اليوم رخات بالظلال ديالها على الاسر هنا في مدينه الداخله. راه اليوم ولات كتعاني الامرين، راه ولات كاين المشكل مرتبط بالتمدرس، مرتبط بالعلاج الطبي، مرتبط بالابناء، مرتبط بالماكل، بالمشرب، بالملبس، يعني هاد المسائل هذه راه باش نعودوا واضحين، يعني راه وصل السيل والزباب. عطينا الوضعيه الصحيه ديال هذه المدينه.
الوضعيه الصحيه ديال المضربين، وهو انخفاض حاد في نسبه السكر في الدم، لانه اليوم المضربين وصلوا لنسبه السكر 0.49 0.47 0.51 0.52، وباننا راه غادي نبقاو مستمرين في هذه المعركه هذه حتى ننتزعوا الحق ديالنا ويتم ادماجنا يعني قانونيا في قطاع الصيد البحري. Look.